والله انا يعني بقول ربنا يهدي احوال البلد. متواطئة جدا مع اللي هم جبهة الانقاذ الوطني دي. وعلى فكرة اصلا يعني محمد ابراهيم ده لا يصلح انه يكون وزير. انا اشكر الداخلية، انا حاسس ان هي واقفة سلمية صراحة، يعني هي على الحياد طبعا، لان من ما شافوه المرة اللي فاتت حصل عداوة ما بيننا وبين الشرطة. موقف الداخلية كان على الحياد، موقفهم كده اثبتوا ان هم من الشعب فعلا. موقف مشرف ليهم، هم برضو ابناء مصر يعني. الواحد اتصدم، انا عن نفسي اتصدمت. انا كنت الصراحه مؤيد الداخليه، واقف جنب الداخليه، بس اللي حصل منهم امبارح خلاني الصراحه انا واخد منهم موقف، مفروض ان هم يتغيروا كلهم. مش موقف مشرف انها ما دخلتش يعني ولا قامت باي حاجه، بس برضو يعني لو في عمل عنف اللي هي قدام مقرات الاخوان، سواء جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله في المحافظات، المفروض يبقى في شد اكتر من كده، وفي يعني مش عنف، امن اكتر من كده قدام مقرات الاخوان. ما اللي عملوه امبارح ده يعني شيء عظيم جدا، ان هم ما وقفوش مع النظام، وان فعلا الشرطه او الجيش يعني كويس ان هم وقفوا مع الشعب، لان دي مصلحه بلد. موقف الداخليه زباله، من وزيرها لنائبها للواهاتها لظباطها لكل حاجه. موقف الداخليه هو موقف مشرف تمام، يعني هو الداخليه خدت يعني اتعلمت من الاخطاء اللي وقعت فيها تمام، يعني الاخطاء دي طبعا مش احنا ما نحبش ان احنا نكررها. كان كويس جدا، امان وحلو يعني، حلو الناس كانت امانه واقفه في امان وحلوه، واللي كانت الثورة سلمية كويسة جدا يعني. والله الداخلية احنا شايفينها في كل حتة بتلف بالعربيات والشرطة، يعني بتلف وشايفين الأمن مستتب، إنما للأسف في نفس الوقت في نفس مشاكل بتحصل، منها حرق المقرات بتاعت حزب الحرية والعدالة. أنا مش إخواني ولا حاجة على فكرة، بس الواحد بيقول اللي هو شايفه، الصورة الحقيقية شايف إن هي بتمشي في حتت وبتلف، انما الواقع الحقيقي ان سايبين مقرات بتتحرق. الداخليه امبارح يعني بيتهيألي ان هي كانت مع الشعب، ما عملتش زي الثوره الاولانيه يعني، كانوا جنب الشعب يعني. الداخليه مع الشعب دلوقتي. احنا ما بنعاديش الداخليه، احنا بنعادي محمد مرسي. في حاجه غلط في البلد اساسا، ما اعرفش ايه، الله اعلم. هل الشرطه متواطئه مع الشعب ولا متواطئه مع مين؟ مش عارف انا بصراحه. موقف الداخليه انا شايف ان هو ما ينفعش يثبتوا على الموقف ده كتير. في ناس ماتت وفي ناس وقعت عند المقطم وعند مكتب الارشاد. وهم كانوا بيقولوا ان هم مع الشعب، هم والجيش، فده مش ظاهر، مش واضح. اللي انا شايفه ان الداخليه واقفه يعني ما لهاش وجود خالص. الداخليه ولا مع الاخوان ماشي، ولا مع النظام السابق، محايده. الناس من الداخليه عايزين يعني يقوم الشعب على النظام. انا بتمنى ان ربنا يعني يدينا سلام في البلد، وان الداخليه تقف مع الشعب، ما تنحازش لاي فصيل من الفصائل.